الجولة اللي اتلعبت النهاردة في دوري المحترفين اللي هي المجموعة بتاعت الصعود، العشر فرق اللي بيتنافسوا على الصعود للدوري الممتاز. خلينا نشوف النتائج وبعدين نشوف الأهداف. حرس الحدود قدر يكسب بروكسي في مباراة صعبة النهاردة 1-0 بهدف مؤمن عوض. وادي دجلة كمان كسب السكة الحديد 3-1، كان السكة كسبان 1-0 وقدر وادي دجلة يعني يرجع للماتش ويحول التأخر إلى فوز 3-1. ورايا كسب لافيينا 2-1، بتروجيت كسب طنطا 2-1. وعلى فكرة كده بتروجيت بيقترب من الصعود للدوري الممتاز. غزل المحلة كمان قدر يفوز على القناة 2-0، وبرضو غزل المحلة ماشي بشكل كويس مع الكابتن أحمد عيد عبد الملك. دي مباراة حرس الحدود وبروكسي، وهدف الفوز لمؤمن عوض، كرة خبطت وغيرت اتجاهها وقدر حرس الحدود يكسب بروكسي بالهدف اللي احنا شايفينه 1-0. كابتن محمد مكي مدير الفني، وانتصار مهم لحرس الحدود. دي مباراة السكة ووادي دجلة. تقدم السكة الحديد بهدف أحمد فوزي في الشوط الأول، زي ما انتم شايفين اهو الكرة راحت لأحمد فوزي من كورنر وحطها في المرمى وتقدم السكة الحديد 1-0. وبعدين في الشوط الثاني أو في الشوط الأول قدر وادي دجلة يجيب هدف عن طريق علي حسين بضربة رأسية من كورنر. علي حسين ده على فكرة من المهاجمين المميزين جدا. وبعدين في الشوط الثاني قدر فريق وادي دجلة انه يتقدم بالهدف الثاني. بصوا هدف قدر محمد رزق لاعب وادي دجلة يحرز الهدف الثاني لوادي دجلة، بقت النتيجة 2-1. لعيبة السكة اعتمدت على بعض وثابت الكورة، فقدر لاعب وادي دجلة محمد رزق يحرز الهدف الثاني. وبعدين الهدف الثالث ليه أكرم عبد ربه، المهاجم المميز جدا الهداف اللي دفع بيه توليتش مدرب دجلة في الشوط الثاني، قدر أكرم عبد ربه قطع كويس قوي ويحرز الهدف الثالث وتنتهي المباراة 3-1 لصالح وادي دجلة. دي مباراة غزل المحلة والقناة وفوز. رجع كده معلش، عايز أشوف تاني ضربة الجزاء دي، معلش رجعها لي كده تاني. أيوه، لا ضربة جزاء صحيحة لغزل المحلة، طبعا فيها عرقلة واضحة جدا، ودخل محمد جابر وقدر يحرز الهدف، تقدم هدف الاول حطها في نص الجون وخبطت في رجل حارس القناه. وكابتن احمد عيد عبد الملك بصراحه متالق مع غزل المحله وعامل نتائج كويسه جدا. وبعدين الهدف الثاني عن طريق عبده يحيى، كوره برضو اتعملت سهله جدا لعبده يحيى وقدر يحرز الهدف الثاني. بقيه الماتشات بتروجيت كسب طنطا 2-1، ورايا كسب لافيينا 2-1.